دوت. ايه ده؟ في ايه؟ انت مالكش عندي حقنة واحدة، وما انا دلوقتي يبقى ايه لازمته بقى الزعيق دوت؟ طب ما فيش لا مؤاخذة حتى صباح الخير. ما تنساش ان انا عندي مرضى كتير غيرك. تنسيش كمان ان انا كل املاكي واموالي وانا شخصيا تحت امرك، بس انت وافق يا جميلة الجمالات. يا راجل اختش على دمك، ده انت يا دوبك بتقدر تاخد نفسك وبتاخد حقن وفيتامينات عشان تقدر تمشي. لا دي كلها حجج لا مؤاخذة عشان افضل هنا في المستشفى جنبيك. امال ايه؟ ده انا امشي معاك لحد اسكندرية لا مؤاخذة، ده انا ليلاتي بطلع المقطم لوحدي. بقول لك ايه، حضر نفسك بقى عشان تجيب الحقنة. يلا. عينيا يا جميل، عينيا يا حبيبتي. اهلا اهلا. اتفضلي. اي اطفال. اي خدمة؟ لا متشكر، شكرا. هعطلك؟ عن ايه؟ يعني شايفك. لا ابدا، دي مجرد مراجعة لحن جديد شريف ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك. ها برس من قلبي ايه؟ سيبك من قلبي دلوقتي، انا متهيألي اني شفتك قبل كده. انت بقالك قد ايه ما رحتش اسكندرية؟ اسكندرية؟ يا هو انت اللي انا اللي يوم عمري ما هنساه. كنت خلاص حغرق وفجأة لقيت نفسي مرمى على الشط وعرفت انك انت اللي انقذت حياتي. وزي ما بيقولوا مصير الحي يتلاقى. انا مدين ليك بحياتي. يومها حاولت اعرف انت فين؟ انت مين؟ وبعدها نسيت؟ ابدا، كانت دايما الصوره بتيجي قدامي واحاول ابص في كل الوشوش اللي بتقابلني. واخيرا قابلتها؟ لما اتصدمت بيا، بس كنت مكدب نفسي وخايف لا تكوني مش هي. وادي احنا اتقابلنا وبعدين هنفترق. ما اظنش، لان القدر حب يجمع بيننا. في الاول انت اللي انقذت حياتي من الغرق، ودلوقتي اهو انت اللي سهرانه على راحتي. ده واجب ولازم اديه. اسيبك بقى لالحانك ومعطلكش. بالعكس، ده هيكون احلى لحن عملته في حياتي. على اذنك. انسه وفاء. نعم. ممكن من فضلك اطلب منك طلب؟ تحت امرك. يا ريت لو سمحت تروح الشقه تجيب لي العود وادي المفتاح وهكتب لك الامان. انت عليك 10,000 جنيه ضرايب. دي العربيه ما تساويش 1000 جنيه يا ابني. ده اللي بلمه منها بيروح عليها. انا ماليش دعوه، دي مشكلتي. وما مشكله مين؟ خلاص حولها طعن. انت مالكش طعن، احنا بعتنا لك اكتر من مره وما ما جتش ايدنا المبلغ عليك. يعني ايه؟ يعني يا تدفع يا يتم الحجز. واتفضل بقى، اتفضل بقى، ما تعطلنيش برضه. يعني ايه؟ يعني اطلع بره. اطلع بره ازاي؟ انا هنا في مكتب الحكومه مش في بيتكم. ما تقلش قلبك وتفضل تطلع بره. ايه الدوشه دي؟ في ايه يا راجل؟ يا عم روح لحالك. طلع الراجل ده بره، اطلب له البوليس. ما تخليك محترم في كلامك. واقبلني يعني لابس نظاره تقوم تتأنزع؟ اختش على دمك جنب المصلحة. ايه؟ هو انت؟ طيب انا بقى هروح معاك. تعالى اطلب النجدة، اطلب النجدة. يا ترى انت فين يا ابويا دلوقتي؟ مالك يا جميل؟ حسين بيضايقك تاني؟ ابويا اتاخر قوي وانا قلقانه عليه. ما تقلقيش يا حبيبتي، اكيد اتاخر في المرور. لا انا قلبي بيقول ان في حاجه حصلت، انا هستاذن واروح. خلاص روحي يا حبيبتي، روحي. جميله، في عسكري جاب لك الورقه ديت وبيقول ان عمو منصور اللهم احفظنا مال تعبان شويه، ودوه المستشفى اللي مش ممكن. مش معقول يعني ابويا اتجنن؟ ايه اللي جابك هنا يا جميله؟ قالوا ان بابا هنا يا دكتور يحيى، عايز اعرف ايه اللي جابه هنا.
هو منصور سليمان يبقى والدك؟ ايوه. هو حالته ايه؟ لا لا اطمني، خير ان شاء الله. ده انا شايلها على كفوف الراحه، ده عمره ما خد على خاطره. اه افتكرت، النهارده راح المرور عشان يجدد الرخصه، يبقى هما اللي عملوا فيه كده. لا انا مش هسكت، انا هرفع عليهم قضيه واطالبهم بتعويض. طب اهدي شويه، دي صدمه عصبيه وهتروح. منك لله اللي جننت ابوك. الهي الهي، تمشي في الشوارع تقطع في شعرك. لو سمحت يا دكتور، ممكن اتصل بابن عمي في البلد يجي يساعدني في المصيبه اللي انا فيها دي؟ اوي اوي اتفضلي. الو كفر ابري، منزل الحاجه ابو خديجه. انا جميله يا اخويا، اتنقل على عينك. انا اسمي جميله بنت الحاج منصور. ايوه عايزه ابن عمي عبد المقصود. ايوه اللي بيشتغل في الزريبه. الو عبد المقصود، اخطف رجلك وتعالى لي بسرعه. يقطع الجواز وسنينه، جت الجنازه. بقول لك ايه، احنا فين ولا في ايه؟ ابويا في مستشفى المجانين. يا عبد المقصود اسمعني، الهي يسترك اسمعني. يقطع الجواز وسنينه، بقول لك تعالى بسرعه اخطف رجلك، ابويا في مستشفى المجانين. بعدين بعدين يا عبد المقصود، تعالى لي بسرعه بسرعه. ياك انت تعرف عم منصور بقى؟ ده عم السواقين كلهم. بس انا مش عارف هو متمسك بالعربيه القديمه دي ليه، كل اللي بتجيبه بتاخده. ما هو ده اللي جننه يا عيني. هو اتجنن؟ ايوه. امال انا جاي من البلد على مالا ولش ليه؟ ما هو اتجنن يا عيني بسبب حاجات العربيه ديت، وقال ضرايب وما ضرايبش وشغلانه سودا يا عيني. وبعدين على حظ الاسود قال ما يحللوش الجنان الا في الاسبوع اللي هتجوز فيه بنته، حكيماني خطيب بنته. جميله؟ ايوه جميله، انت تعرفها؟ دي مولوده على ايديا دول. انت كنت شغال ده قبل موضوع التاكسي ولا ايه؟ مش القصد يعني، يعني متربيه على ايديا. امال ايه؟ راح الله دي زياره منظوره ولا ايه؟ والله العظيم يا رب، انا كنت اشتري من واحد، والله ما كنت عايز اشتري البرتقال ده كله من واحد بس، لان انا عارف كان بيبيع لي كده وحس انها كتير ونظرها لي. ما هي اتنظرت وكل الناس في الاتوبيس عمالين ينظروا لي في البرتقال اللي انا جايبه. يقول لك معقوله كل ده برتقال جايبه لناس واحده بس؟ اتنظرت. يا ساتر على عيون الناس. يا لهوي الحق يا اختي، فين انا؟ حرامي يا اختي، حرامي حرامي يا اختي، حرامي حرامي. بعد ايه؟ كورس بيردد ورا بعضه. اسفين يا جميله، معلش بعد البهدله، بعد البهدله اللي انا قلت كنت بتقرصيني ليه وليه انت؟ معلش يا عشو حرك عليا، معلش يا اخويا احنا اسفين. انتوا بتطبطبوا ولا بتخبزوا؟ خلاص يا عبده معلش خلاص. يلا ايش الحرامي قال؟ دي جاكيته يا بنت وقعت حرامي، جاكيته قطيفه زي دي متكلفه شيء مش عليك. عليك يا بقى خلاص بقى، مفيش نظر والله. معلش يا عبده خلاص، ليه مش عايزه تلبسيني ولا حاجه؟ بص عليك وانت حقك عليا. استقبال وحش قوي، استقبال وحش. أنا أول استقبال ليا كده يستقبلوا الاستقبال البطال ده؟ أنا حرامي؟ أنا لازم أرد اعتباري، حرامي ده إيه؟ معلش يا عبدو معذورين، أصل حصلت سرقة كام مرة في البيت قبل كده. وليكن سرقة ولا ما يحصل سرقة ولا ما يحصلش، ده منظر واحد حرامي، دي ناس ما عندهاش نظر. في حرامي يبقى لابس نظارة وجاكيت قطيفة بالشيء الفلاني زي دي كده؟ خلاص بقى خلاص، إحنا في إيه ولا في إيه؟ خلينا في اللي إحنا فيه. عمك اتجنن. اتجنن ده ليه؟ أنا سايبه زي الفل في البلد. أبويا ابويا ابويا اتجنن، فهمت؟ امال انا جايباك ليه؟ ايوه صحيح عم منصور، يا حول الله يا رب. ايوه ايوه يا ترى مين؟ زياره منظوره وجاكيته منظوره. ايه؟ الناس اللي راجل اللي ضرب يا رب، مش عارفه اودي وشي فين والنبي مالي. لا معلش حصل يا بديل،
معلش يا اخويا انا اسفه. اسفه ايه ده انا فايده؟ انت شبه انت عايزه ايه يا ست؟ انت اللي كنت بتعضعضين انت ولا كنت بتعملي ايه؟ دي ست بهيجه جارتنا. بهيجه ايه دي؟ دي بهيجه، دي محزنه. بصي عامله ازاي؟ انت كنت بتعضعضين ليه يا ست انت؟ انا عايز افهم. وهو اي حد تشوفيه كده تقولي عليه حرامي؟ حرامي ده ايه؟ امال القمصان والجاكيتات والحاجات ديت يبقى مين اللي يلبسها؟ البهوات بيلبسوا ايه يعني عمدو؟ يا عبدو خلاص بقى، حصل خير يا عبدو. انا مفروس منها اصلي يا جميله. معلش معلش، دي ست برضو بهيجه جارتنا، وده عبدو ابن عمي وخطيبي. خطيبك؟ البهيجه تفرح ما لقت لهاش مطرح. كنت جايه داخله على طمع ولا ايه؟ يلا يا بنت امشي انت، وانا ارضى اتجوزك ولا ارضى اشوفك حتى. اللي جت بهيجه تفرح طمعانه في الجاكيته وكده بالله. واشقى واخدمهم، وبدل ما يدوني عايزين ياخدوا مني؟ لا انا مش هديهم، انا هاخد منهم مكافاه 1,000,000 جنيه. جنيه ينطح جنيه، وجنيه ينطح جنيه. عيد والله، وجنيه ينطح جنيه، وجنيه ينطح جنيه. عيد والله. يا حول الله يا رب ما يحطوا تحت منك شبكه لا تقع تتكسر رقبتك ولا حاجه. خلي بالك خلي بالك، امشي امشي واحده واحده. يا حول الله، ده انا باين هيحصل لي حاجه في البلد دي. مساء الخير يا استاذ. اهلا وسهلا. مش عشان الكلب بتاعي جاي دلوقتي؟ نعم الكلب بتاعي جاي دلوقتي ياخد العظمه. عظمه ايه؟ انا مش شايف عظمه، احنا في سلخانه مش شايف ولا عظمايه. كويس كده اهو، خد العظمه من غير ما اشوفه. او او امشي من قدامي، امشي من قدامي. ايه ده؟ مش مضروب خالص، انا جاي اسالك على عظمي. ايه ده؟ ايه ده؟ يا حول الله يا رب. او او انت بتعمل ايه يا عمي؟ بطفي اللمبه عشان الشعاع بتاعها بيزغل العينيا. الحمد لله. شعاع ايه وبتاع ايه يا عم؟ انزل يا عم، لا تكسر لك رقبه ولا حاجه يا عم، سيب الله يخليك. مات كلوه. يلا خش خش على جوه، خش على جوه. يا حول الله يا رب، يا حول الله. كان زي الفل، كان عاقل وكلامه رزين. انت دخلت هنا ازاي؟ دخلت من البوابه يا بيه. البوابه هنا اللي هي ديت. حارس البوابه قال لي رايح فين؟ قلت له انا داخل جوه. قال لي مش انت الدكتور فؤاد؟ قلت له ايوه انا الدكتور فؤاد. راح مدخلني على طول. وانت الدكتور فؤاد؟ لا انا مش الدكتور فؤاد ولا حاجه، انا اسمي عبد المقصود. عبد المقصود وجاي ازور عمي. يعني عمك دلوقتي في الجلسه؟ جلسه ايه؟ هو عمل جريمه ولا حاجه؟ لا لا لا، علاجه هيطول حبتين. طب يعني حبتين قد ايه؟ طمني يا دكتور. سنه، اتنين، سنتين، 10، يعني قول لي ايه؟ اهدي كل شيء بظروفه. انت قلت لي اسمك ايه؟ انا اسمي عبد المقصود يا بيه. عبد المقصود. طب يا عبد المقصود غنيني بقى اللحن اللي انا لحنته لك. لحن ايه اللي انت لحنته لي ده؟ لحن ايه؟ ما انتش فاكره؟ لا هو انت مين بالظبط؟ انا مش فاهم. انا اللي طول عمري ما حبيت. يا حول الله يا رب. الله الله الله، هو انت دفعه عمي؟ انت معاهم يعني؟ طب انا ايه الملقى في الاسود اللي انا وقعت فيه ده يا عمي؟ تعالي بقى ما سمعك اللحن. لا استنى شويه عليا بس، هعمل حاجه كوبايه لك حاجه. طب ما تاخريش. لا مش هتاخر، انا مستنيك. ماشي. يا جميله انت يا جميله.